جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تعلم العلم أفضل من أداء النوافل؟ أقصد السنن المؤكدة، ويغني طلب العلم عن ثوابها؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السنن المؤكدة لا تأخذ كثيرا من الوقت ولا تمنع من طلب العلم، لأنها محددة في أوقات معينة كالرواتب التي مع الفرائض والوتر من الليل وتحية المسجد إذا دخله يريد الجلوس فيه، صلاة الضحى وأقلها ركعتان أكثرها ثمان ركعات، وهذه لا تأخذ كثيرا من وقت طالب العلم، وإنما الكلام في النوافل المطلقة. فطلب العلم أفضل من النوافل المطلقة، من نوافل الصلاة المطلقة، لأن طلب العلم يحصل به الانتفاع للمتعلم ولغيره، فنفعه يتعدى، وأما النوافل فإن نفعها يكون قاصرا على صاحبها.